نتابع آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم مع شبكة مراسلين من برلين. معنا مراسلنا يمان شواف من القدس، أحمد جرادات من طهران، حازم كلاس من باريس، مراسلنا محمد الحاجي ومن مدينة إيران الإسبانية على الحدود مع فرنسا، معاذ حامد، ومن لندن صابر أيوب. أبدأ معك صابر، هنا في لندن ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك بشأن إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا؟ نعم، بالفعل أصيب بهذا الفيروس وتم فحصه يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية، نتيجة هذا الفحص، غير أن المصادر تقول أن هذه الإصابة أو أعراض الإصابة هي معتدلة إلى متوسطة، ليست بتلك الخطورة على ولي العهد الذي يبلغ من العمر 71 عاما. أما زوجته دوقة كورنوال فأيضا تم فحصها وجاءت النتيجة سلبية، أي أنها لم تصب بهذا الفيروس. لكن المعلومات حول كيف أتت إليه العدوى غير دقيقة لحد الآن وغير متوفرة. كانت له عدة أنشطة قبل أسبوع، لم يتوقف عن النشاط رغم سنه ورغم خطورة الوضع الحالي. لكن ما هي هذه الأنشطة التي قام بها ومن خلالها انتقلت إليه العدوى؟ لم تتضح الأمور بعد. شقيقته الأميرة آن وهي تكبره بثلاث سنوات تقريبا، كانت قبل أسبوع ألغت جميع أنشطتها وبما في ذلك مهرجان الفروسية بغرب لندن، استجابة بطبيعة الحال للوضع الحالي وأيضا للتعليمات الحكومية. نعم، ماذا عن التزام الشارع البريطاني اليوم بتعليمات الصادرة مؤخرا من بوريس جونسون؟ هذا الصباح كانت فيه بعض الازدحامات أو نقاط ازدحام على مستوى مترو الأنفاق، وهذا مما سبب جدل كبير وما زال يسبب هذا الجدل داخل الحكومة بين عمدة لندن صادق خان وأيضا بين الحكومة. صادق خان يحمل المسؤولية للحكومة في أنها لم توقف جميع العمال، خاصة الجدل الآن حول عمال البناء والأشغال العمومية، كلهم يشتغلون تقريبا ويستخدمون وسائل النقل العام. صادق خان يقول أنه تم التقليل من عدد رحلات المترو الأنفاق وأيضا الباصات نظرا لعدم توفر الطاقم الكامل لتسيير هذه الترسانة الكبيرة من وسائل النقل في لندن وفي مدن أخرى. كثير منهم الآن أصيبوا بهذا الفيروس وبعضهم حجز نفسه خوفا من انتشار العدوى، وبالتالي وسائل النقل في بريطانيا وخاصة في لندن ليس لديها القدرة لتسيير هذا العدد الكبير من القطارات لتقليل الازدحام وتطبيق آلية أو تدابير البقاء بعيد عن بعض. طبعا صابر، أتحول إلى برلين ومراسلنا يمان شواف. يمان، أعداد الإصابة بفيروس كورونا في برلين في منحنى تصاعدي، هل بات هناك تصور واضح لدى السلطات الألمانية عن أسباب ذلك؟ نعم، أنا أقف تماما أمام مستشفى الشاريتي، هذا المستشفى الذي استقبل أولى الحالات في إصابات كورونا. طبعا رغم هذا الارتفاع الكبير للأرقام هناك نوع من التفاؤل أو بصيص الأمل لدى الشارع الألماني، خصوصا بعد القيود التي فرضتها الحكومة الألمانية بداية من هذا الأسبوع. هناك تفاؤل على عدة أصعدة أن هذا العدد ربما لن يكون كذلك في الأسبوع المقبل، لأن أغلب الناس حقيقة التزموا منازلهم. أنا كنت في بعض المناطق أتجول صباح اليوم في العاصمة برلين، كانت خالية تماما. هنا ربما هذا الشارع فقط لأنه يوجد مستشفى وبعض العاملين، وهنا يوجد سوبر ماركت قريب مني، لذلك توجد بعض الحركة في هذا الشارع. لكن أغلب الشوارع في العاصمة برلين حقيقة هي شبه فارغة، يعني كل الناس التزمت بيوتها بمنازلهم طبعا منازلهم، وهذا الأمر ربما تعول عليه الحكومة أنه سوف يكون يعني مواجهة ومحاصرة قوية لهذا الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات في ألمانيا طبعا وليس فقط في برلين. أتحول إلى باريس. محمد، الصورة قد تبدو مشابهة لبرلين في فرنسا، ارتفاع أيضا لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الساعات القليلة الماضية، كيف يتعامل الجهاز الطبي ككل مع هذه الإصابات الكبيرة؟
نعم، هناك قلق كبير من قبل الجهاز الطبي بالخصوص بالتحديد بخصوص كبار السن الذين اليوم يفقدون أعداد كبيرة، يعني تفقد هناك أعداد كبيرة من رجال السن يموتون في الأيام الأخيرة جراء الفيروس. هناك شكوى من رئيس الفيدرالية العامة للمشافي الفرنسية بأنه يجب إعطاء صورة حقيقية عن هؤلاء الأشخاص وعن أعدادهم، وأن يسمح لذويهم أيضا بلقائهم. دخلنا اليوم هو اليوم الثاني من مرحلة الطوارئ الصحية في فرنسا، وأصبحت الآن يعني القيود أكثر من ذي قبل على الحركة. كنا نقوم بالمباشر في الشارع، اليوم أصبحنا نقوم فيه بالمنزل، لأن هناك الكثير من القيود. تمنع حتى الصحفيين من البقاء في الشارع لكي لا ينتقل العدوى، تنقل العدوى إلى الآخرين، أو يتم التعاطي مع الآخرين بمسافة قريبة. لذلك يمنع أي شخص من التواجد في الشارع بقوة القانون، فضلا عن أن اليوم قد يبت المجلس العلمي بتمديد حالة الطوارئ 6 أسابيع أخرى، أي حتى نهاية نيسان أبريل القادم. إلى مدينة إيران الإسبانية مع مراسلنا معاذ. معاذ، ما هي آخر حصيلة متوفرة لديك، وكيف تبدو الحركة على الحدود؟ نعم، حتى الآن هنالك 400 وما يقارب 20 حالة جديدة وفاة بسبب كورونا. الآن نحن نقف على الحدود الإسبانية الفرنسية شمال البلاد. الحركة طبعا شبه معدومة، فقط من يتحرك هم هي البضائع التي يتم تنقلها بين الجانبين، وممن يمتلكون تصاريح خاصة أو من المواطنين الذين يعودون من فرنسا إلى إسبانيا، أو العكس، المواطنون المقيمون في فرنسا ويودون العودة من إسبانيا إلى فرنسا. تنتشر الآن في الخلف قوات من الشرطة الفرنسية والشرطة الإسبانية لضبط عملية الحدود. هذه المنطقة هنالك 4 نقاط تحكم، هنالك 4 معابر إن صح التعبير. طبعا هذه النقاط تنشر هنا للمرة الأولى منذ عقود طويلة بعد فتح الحدود بين الاتحاد الأوروبي، بين دول الاتحاد الأوروبي. هنالك اليوم يجتمع البرلمان الإسباني للتصويت على تمديد لحالة الطوارئ لمدة 15 يوما جديدا، والتي من المتوقع أن تنتهي في 15 من أبريل المقبل. هذه حالة الطوارئ الحالية المفروضة في هذه الأيام ستنتهي يوم الاثنين القادم. طيب، أتحول إلى طهران مع مراسلنا حازم كلاس. حازم، السلطات الإيرانية تحدثت عن أنها تمكنت من محاصرة الوباء في المرحلة الأولى، وهناك موجة ثانية، على ما استندت في هذه التصريحات؟ يعني المقصود بالموجة الأولى والموجة الثانية هي ارتباط حركة المواطنين الإيرانيين بعطلة النوروز رأس السنة الفارسية. عادة العطلة تستمر لأسبوعين، يكون هناك سفر وسياحة خلال الأسبوع الأول، وهذا ما يسمى بالموجة الأولى من السفر، والأسبوع الثاني يحمل معه الموجة الثانية من السفر. تستند إيران أو الحكومة الإيرانية في قولها أنها تمكنت من تجاوز المرحلة الأولى هو انتهاء الأسبوع الأول من عطلة النوروز بالفعل، مع انخفاض ملحوظ إلى حد ما، ولو أن السلطات تقول أنه ليس مقبولا حتى هذا المستوى، لكن انخفاض ملحوظ في عدد المسافرين عبر المحافظات الإيرانية ومن المدن إلى المدن، من مدينة إلى مدينة أخرى. المرحلة الثانية هي ربما ما تقلق الحكومة الإيرانية، لذلك لجأت إلى تشديد الإجراءات، وبالفعل صدرت بعض التعليمات التنفيذية فيما يتعلق بحركة المواطنين بين المدن الإيرانية وبين المحافظات. تم منع خروج جميع السيارات من محافظة طهران باتجاه المحافظات الأخرى، وربما هذا الأمر سينسحب على محافظات أخرى لندخل في مرحلة أشبه بالحجر الصحي على المحافظات الإيرانية. كما أن إيران ربما يعني تحاول أن تقول أنه لا يوجد لديها نقص في عدد أسرة المستشفيات، لكنها ومع توقعها لتسجيل المزيد من الإصابات أنشأت العديد من المستشفيات الميدانية، يصل أعداد أسرتها إلى الآلاف في طهران وفي المدن الإيرانية الأخرى. أتحول الآن إلى القدس مع أحمد جرادات. أحمد، ارتفاع في حصيلة الإصابات أيضا بوباء كورونا في إسرائيل وفي الأراضي
الفلسطينية، ما هي آخر الحصيلة المتوفرة لديك وما هي الإجراءات المتخذة الآن؟ يعني ارتفعت الحصيلة إلى 62 إصابة في الضفة الغربية وفي فلسطين بعد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وهي لفتاة عشرينية خالطت أمها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لسيدة في الستينات من عمرها. حتى الآن لا يعرف مصدر الإصابة. بالنسبة للفلسطينيين فمن بين هذه الإصابات 62 إصابة هناك 16 حالة تماثلت إلى الشفاء، وما زالت الإجراءات الفلسطينية على الأرض قائمة لمنع انتشار هذا الفيروس. حتى الآن تواصل قوات الأمن الفلسطينية فرض الحجر الصحي على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتمنع التنقل داخل هذه المدن ومن وإلى المدن إلا لحالات ضرورية وطارئة، ولمن يعلم ومن يفون يملك التصريح الخاصة. بالنسبة لإسرائيل هناك ازدياد في عدد الإصابات وفي عدد الوفيات. اليوم سجلت حالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات بهذا الفيروس إلى 5 حالات الإصابات إلى 2030 حالة. هناك تخوف في إسرائيل من انتشار واسع لهذا الوباء، لذلك فرضت يعني إجراء آخر من أنظمة الطوارئ، وهو منع التنقل بشكل كبير. سيدخل حيز التنفيذ منذ الساعة 8 مساء، وسيتم فقط السماح لمن يملكون تصريح خاصة بالحركة، إضافة إلى منع المواطنين من الخروج والذهاب إلى أكثر من مسافة 100 متر من محيط منزلهم. شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا مراسلنا أحمد جرادات. كما أشكر من برلين يمان شواف، ومن طهران حازم كلاس، ومن باريس مراسلنا محمد الحاجي، ومن الحدود الإسبانية الفرنسية معاذ حامد، ومن لندن أيضا الزميل صابر أيوب. شكرا جزيلا لكم.